السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من خاتم عيدك. دي النهارده يا رجاله، احنا قبل كده عملنا مرجيحه اطفال من كرسي قديم مكروت. مثلا انت عندكش كرسي، عندك مثلا ما عندكش كرسي، يعني عندك جدل زي ده بتاع ابويا قديم، دي بويا بس ايه ناشفه، نضيف يعني يعتبر نضيف. تمام، هتعمل فيه ايه؟ هتروح جاي قطر تمام او سكينه حاجه حاده، وهتفتح بيها مكان للرجلين زي ما انتم شايفين كده، وانا فتحت فتحات هنا فوق دي. ممكن تعملها تسخن حاجة على النار، او لو عندك مكوت لحام فتحات ورا كده تمام، وكده خلاص. يبقى انت كده مفضلش اللي على التثبيت. هتعمل مرجيحة لطفلك في البيت بحاجة بسيطة. طبعا انتوا عارفين العيال بتدوخ ولازم نسهمهم في اي حاجة. والخيط بتاعنا طبعا حملنا الشريط دوت، ده اللي بنثبته بيه تمام. هتبدأ تظبط اطوالك، هتعمل اتنين هنا، يعني حبل يمسك من هنا كده وحبل من هنا، وحبل يمسك هنا وحبل يمسك من هنا. وبعد كده هنظبطوه فوق على مقاس الايه السقفيه بتاعتي او المكان اللي هنثبت فيه. طبعا المكان اللي هنثبت فيه زي ما انتم شايفين كده اهو، ده باب الاوضه، جنشين حديد زي دولت هنثبته فيهم المرجحه، ومش واخد مكانه وتتخلع وتتركب. نثبت الحبل بتاعنا ونوريكم ازاي الطريقه، نرجع لكم تاني. دلوقتي احنا بعد ما ركبنا الحبل بتاعنا وثبتناه زي ما انتم شايفين اهي، معانا مرجيحه اخر حلاوه. بتعمل اولتين فوق عشان خاطر الحبل ده ما يروحش منك شمال ويمين، والجنش بتاعك عايز تخلعها اهوت، خلع بكل سهوله. عايز تركبها بكل سهولة تمام. يبقى احنا فكرتنا دلوقتي اي حاجة ممكن تشغلها معاك مرجيحة لطفلة تمام، وتبقى حاجة عندك تشال وتحط في اي وقت، تركيبها سهل. كل الحكاية حبال، وبتظبط حبالك لو لقيت عالي وواطي بتفك الحبل تهويه شوية وتظبط طول الحبل بتاعك. وده تركيبه سهل جدا، ده انت بتجيب بنزة وتك عليه جامد تلف يلف معاك في الخشب تمام. لو عجبك الفيديو ادعمنا بالاشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.